أعزائي المشاهدين، مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم بكل روح رياضية. يمكن خليني أحيي صديقي وزميلي الإعلامي المحترم الأستاذ محمد رمضان اللي ادانا حتى برنامجه نطلع بيه لحد ما نعمل الجرافيك الخاص بالبرنامج بتاعنا بكل روح رياضية. أثبتها محمد رمضان وبدأنا بيها، وعايز أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين إن شاء الله. الجمعة إن شاء الله أول رمضان بإذن الله، ربنا يجعله شهر خير وسعادة وفرح علينا كلنا يا رب، ويجعلنا بإذن الله في هذا الشهر من العتقاء من النيران ومن المقبولين، ويزيل عننا في هذا الشهر الغمة اللي أصابت العالم كله، كورونا فيروس أو فيروس كورونا اللي أصاب الجميع بالذعر. يمكن احنا بكل روح رياضية النهاردة عندنا قضية معينة، وهي أزمة كورونا وكرة القدم أو الرياضة بشكل عام، وهاخدها من زاوية بسيطة جدا. يمكن خلينا أثمن وأحيي المجهود الذي تقوم به الدولة المصرية في هذا الشأن. لازم نقول ونعترف ونقر أن الدولة عاملة كل اللي عليها في أنها تقلل وتحد من هذا الفيروس وانتشاره في مصر. مطلوب مننا احنا حاجات على المستوى الشخصي او على مستوى الافراد، مطلوب مننا ان احنا ابسط الاشياء نحافظ على النظافة الشخصية ونلتزم قدر الامكان بالبيت. ولما نعمل حملة كبيرة ومكبرة وموسعة في كل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بهذا الشأن، يبقى لازم إحنا من باب أولى نكون قدوة ونكون أسوة ونكون المثال الذي يحتذى به. فما ينفعش أتكلم خلي الناس في البيوت واشتغل على زاوية تانية وناحية تانية. وده موضوع الحلقة النهاردة، موضوعنا النهاردة في كل روح رياضية بمنتهى الأمانة. يعني الهويات معروفة، معروف مثلا سين أهلاوي وسين زملكاوي وده بيشجع كذا، وكل الناس معروفة، لكن بكل روح رياضية هتخلينا نتخلى تماما عن الهوية الرياضية والانتماء الرياضي، ونتكلم للصالح العام ونتكلم لمصلحة كل جمهور الرياضة والكرة بصفة خاصة، هي اللعبة الشعبية الأولى بالنسبة لنا كمصريين. فخليني أتكلم بمنتهى الأمانة، الأزمة اللي موجودة في مصر وفي العالم كله بسبب هذا الفيروس والوباء الصعب جدا اللي لحد دلوقتي، علشان احنا موجودين في قناة الصحة، يعني كل اللي موجودين فيها تقريبا حتى العمال عندهم ثقافة صحية، عارفين كويس جدا المسألة، لا معروف أولها ولا آخرها ولا معروف نهايتها ولا معروف طبيعة لهذا الفيروس ولا معروف ليه علاج ولا لقاح. لحد دلوقتي هو مسبب للذعر لكل العالم. يمكن احنا الحالة بتاعتنا أقل وأدنى بسبب يعني حقيقة ما تصنعه الدولة والشعب كمان، امتثاله لخليك في البيت اللي كل الناس بتتكلم فيها بهذا الشكل وبهذا الشأن، حاجة عظيمة وجميلة. لكن لفت انتباهي، وده موضوع الحلقة بتاعتنا بكل روح رياضية، معروف ان تقريبا كل الأنشطة تم إيقافها، بمعنى أهم شيء مثلا دور العبادة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، مفيش حد بيروح المساجد، مفيش حد بيروح الكنائس. المصالح الحكومية، سجلات، شهر عقاري، محاكم، مفيش عمل بيها تقريبا. يعني المدارس، الجامعات، كل ده الدولة أوقفته وعملت حالة من حالات يعني الطمأنينة للناس. ما جيش أنا في حتة معينة وأبقى بطالب باستئناف الدوري العام وأعمل عملية ضغط إعلامي كبير في كل القنوات تقريبا، كل الناس بتتكلم عن تصور لبداية الدوري. هشرح لحضراتكم التفصيل، بس خليني أخد النجم الكبير، واحد من أمهر اللاعبين وأروع المحللين وبيعمل رأي عام بجملة بيقولها دايما، النجم الكبير كابتن رضا عبد العال. تحياتي ليك كابتن رضا. حبيبي يا استاذ، ازيك؟ اهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا فهد.
رؤيتك لمسألة يعني إيقاف كل الأنشطة والضغط الإعلامي لعودة الدوري العام واستئنافه بشكل، والتصور اللي كان عامله اتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية واللي بيتبناه بعض الإعلاميين وبعض القنوات الإعلامية، رؤيتك أنت الشخصية لهذا الأمر يا كابتن رضا؟ أنت عايز رأيي أنا؟ بمنتهى الأمانة والصراحة طبعًا، إن إن شاء الله ربنا يعدي الغمة دي والدوري يرجع تاني عادي. رأيك الشخصي الدوري يرجع بس ربنا يزيل الغمة. طبعًا، يعني الأول نطمن الأول على بلدنا وعلى اقتصادنا وعلى صحة الناس، وبعد كده نفكر بقى في رجوع الدوري تاني. طيب يعني في هنا الأولوية لمسألة يعني ربنا يعدي الأزمة ويعدي الغمة، مفيش ضمانات للمسألة لحد دلوقتي يا كابتن رضا. مش علينا احنا كمان يا استاذ، العالم كله طبعا، يعني في اتحاد الكره اللي واقف ولا اللجنه الخماسيه اللي واقفه ولا الدوله هي اللي واقفه النشاط ده على المستوى. يعني هم دلوقتي على فكره هم عشان بس يكون في الصوره، لما في المانيا قالوا ان هم هيبداوا يوم 9/5 اللي جاي مايو، هم بيدوا بس طمانينه للشارع بتاعهم او للدوله عندهم، انما الامور عندهم صعبه جدا، بس هم انت عارف يعني ايه، بيدوا امل وبيدوا بريق وضوء وبؤره امل للناس ان ان شاء الله على شهر 9 على شهر 5 يوم 9 ان شاء الله هنبدا، والكلام ده بيدوا بس امل، انما هم الدنيا بايظه عندهم، خلي بالك يعني يوم ما يحصل حاجه يقول لك لا هنأجل برضه وهنأجل، بس انت عارف زي ما بيقولوا ايه، بيدوا بس شحنه من الامل للناس مش اكتر يعني. يعني انما انت شايف ان هم في المانيا لما قالوا هنرجع يوم 9 ده مش كلام نهائي، ده كلام يعني امل واعطاء نوع من انواع التفاؤل للشعب يعني. بالظبط كده، ميركل ليس وزراء المانيا ليس وتقول ضاع احبابكم وان الموضوع يبقى كارثي، والموضوع يعني لها تصريحات جامده جدا يعني، بس هم بيرجعوا في الاول وفي الاخر برضو يدوا طمأنينة للشعب بتاعهم ان ان شاء الله هنبدا، امل امل امل، انما هو الموضوع مش سهل يعني، سواء في المانيا في اسبانيا في فرنسا في انجلترا، لا احنا هنا الحمد لله والشكر اللي احنا مسيطرين، لان احنا عملنا كويس جدا طبعا، الاعداد معقوله جدا احنا عندنا طبعا، واللي حصل ده من الناس اللي هي بقى منهم لله اللي جم ما كانش عندهم ضمير، اللي جايين من ايطاليا وجايين من هولندا صحيح، هم دول اللي جابوا لنا العدوى، انما احنا والناس اللي هي المركب بتاعت اسوان صح، انما غير كده ربك حامل البلد دي وان شاء الله هنعديها على خير. 13 لما الكوره وقفت كنا بننزل ونعمل مسيرات عشان الكوره ترجع، واخد بالك؟ ان تعالى دلوقتي مثلا كل الانديه بتصوت، اللي ما عندهاش موارد تدفع للعيبه وبعدين تدفع للعمال وبعدين بتدفع كمان للموظفين، واخد بال حضرتك؟ فلازم النشاط يرجع عشان الدنيا دي، بغض النظر بقى من ياخد بطوله من ما ياخدش، بس الناس اللي هي خلي بالك، الناس يعني لا قدر الله الموضوع ده طول شهر كمان، في ناس مش هتلاقي تاكل صح، خلينا وصحة طبعا الحاله الناس بيوت، سيبك من لعيبه الكوره وسيبك بقى من الكوره كلها، وسيبك من الرياضه كلها صح صح، لا في ناس يعني انا اعرف ناس شغالين مثلا باليوميه واقفين الشغل وما بيدخلهمش الاماكن اللي هي في التجمع وفي اكتوبر عشان ان هم ما يجوش وينقلوا عدوى والكلام ده، فوقفوا الشغل في الامارات وفي الفلل وفي يعني شوف بقى القطاع كل ده لما يقعد، وانت عارف ان الراجل اليومي لا بيحط في بنك ولا بيحط في بوستة ولا، لان اللي بيجي على قد اللي رايح صح، فاحنا مش عايزين نضحك على الناس يعني صح، لا احنا الاول نطمن على بلدنا ونطمن على شعبنا وبعد كده نرجع بالكرة تاني عشان الحياة تسير، إن الرياضة هتمشي، المباني هتمشي، المقاولات هتمشي، الطرق هتمشي، كل حاجة هتمشي، كلها موصلة لبعض. طيب كابتن رضا، لو في ناس بتتكلم إن الإعلاميين ويعني والمحللين حضرتك والناس اللي بتطلع في وسائل الإعلام الرياضية المختلفة يهمهم جدا عودة النشاط علشان التعاقدات وعلشان التزامات والقنوات والدنيا تشتغل، بشايفين ان ده دفع
يعني في غير موضعه. يعني انا هكلمك وانا عارف انك صريح وواضح، يعني الاعلامي بيتكلم عشان مصلحته، الناس بتتكلم عشان مصلحتها ومش باصه لجزء مهم جدا، ان لو الاليه للرجوع، الاليه للعوده بشكل معين، واجيب الناس واعقم الملاعب واعمل مسح لكل اللاعبين واعمل كشف لكل اللاعبين، مساله صعبه ومجهود صعب على وزاره الداخليه ومجهود صعب على وزاره الصحه، مجهود صعب، العوده هتبقى مساله صعبه. ترد على الكلام ده تقول ايه؟ يا استاذ عز اتفضل. اشرب مي. بص يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. احنا ناس دلوقتي مفروض ان احنا بنطلع في القناه بعد اللي حصل ده، فبدل ما كنت هتطلع كل اسبوع مرتين وثلاثه هتطلع مره واحده. صحيح. واحتمال ما تطلعش. صحيح. احنا عايزين العجله تدور. على الجميع النشاط يرجع، بس يرجع بتقنيات. ما انا دلوقتي مثلا هو الدوري بتلعب في كم استاد يا استاذ عز؟ بكم ايه؟ في كم استاد؟ 6 7 9 9 10 هنقول 10 10 دولت الدوري مش هتقدر تعقمهم؟ بلاش دي. الدوري ممتاز بيه لما يبدا، لما انا هروح لكل محافظه قبلها بثلاث اربع ايام واعمل الرش والتطهير، النادي يعمله. بص بعد اللي احنا شفناه ده الناس عندها استعداد تعمل اي حاجه عشان النشاط يرجع. طيب هسالك بس سؤال، انا عقمت الملعب، انا هلعب الدوري ده كام اسبوع، وعقمت الملعب او الاستاد ده في المباراه دي، وجبت اللعيبه واللعيبه دي كلها عملت لها يا عمي كشف، ما عندهمش اي فيروس، ما عندهمش اي حاجه، ايه ضمناتي ان ما حدش فيهم جاله العدوى بعد 3 4 ايام لما يجي يلعب ماتش تاني؟ وايه ضمناتي ان الاستاد ما عقموش تاني؟ فهعود كل ده كل اسبوع يا كابتن رضا؟ يا كابتن احنا مش عايزين نقول ودنك منين روحك. انت بتصعبها ليه يا استاذ؟ مش بصعبها، انا بسالك والله بس. هو دلوقتي احنا لما تقول النشاط هيبقى بكره يبقى بكره. ما انت مش هتاخد عادي من شهر ونص، شهر ونص ده تكون الدنيا الرؤيه كلها وضحت. وكون عرفنا ويكون ان شاء الله انتصرنا على الفيروس. واخد بال حضرتك؟ ما خلي بال حضرتك. لو انت قلت بتقول على الكلام اللي انت بتقوله حضرتك ده تبدا بعد اسبوع بعد ثلاث ايام. انت لسه عشان ترجع وتقول النشاط هيرجع، اولا هتاخد 10 15 يوم، ولما تقول هيرجع قدامك شهر ونص عقبال ما اللعيب ترجع تاني فورمه او ترجع تقف على رجليها. فانت في الوقت دوت كله اتضحت الرؤيه بقى، وعرفنا ان الفيروس كله مات في البلد ان شاء الله، وان كله بقى زي الفل. وبعدين هقول لك على حاجه، يعني الحمد لله مصر امنه مش زي بره. ليه؟ لان احنا هنا ناس معينه اللي نقلت العدوى. هم عندهم اتمكن منه هناك. ما فيش انتشار مجتمعي، يعني ناس معينه واللي اتعاملوا معاهم بس هم اللي عندهم العدوى، تقصد يعني؟ يعني انت مثلا ما بيحصل عندك حاجه الشارع كله بتتحدد، المنطقه كلها بتتحدد. واخد بال حضرتك؟ انما هم هناك لا، الدنيا سايبه، الدنيا يعني هتمشي في الطرق هتلاقيه يقول تقعد بالاربع خمس ايام وبالاربع خمس ساعات في الجو. فخلاص هو انتشر، لان خلاص ما بقاش في سيطره زي هنا. انت هنا في كل شارع ولا في كل منطقه بتقوم جاي مأمن وقافل على الشارع، والحكومه تنزل وتعقم الشارع وتعقم الشارع اللي بعديه واللي قبليه. خلاص الموضوع بيبقى هم بس، انت بقى المخالطين هم اللي كانوا اللي بيعملوا لك الازمه، لانك انت ما تعرفش تسلم على مين ولا نقل عدوى لمين. طيب انما احنا بنقول في مصر ان شاء الله الدنيا مسيطره عليها تمام التمام، ومش هنبدا النشاط لما نكون قضيت على الفيروس. يعني ده كلام جميل، يعني ما نبداش النشاط الا اذا ما بقاش عندنا ولا حاله واحده مصابه بالفيروس. بامر الله تكون احنا اتقضى عليه تماما يعني. يا رب. طيب يعني انا عايز برضو اخر حاجه، لو خلاص اتقضى تماما على الفيروس، ازاي يعود النشاط من خلال وجهه نظر كابتن رضا عبد العال؟ هيعود النشاط زي ما انتهى، سواء في الممتاز ب، في الممتاز الف، في الثالثه، في الرابعه، كل في يعني في مثلا في الثالثه، في انا سامع ان في فرق وصلت ترك يكملوا الترك بتاعهم. ونشوف مين اللي هيوقف. اصل خلي بالك انت كده كده انت كنت بتبتدي الدوري مثلا في شهر 10 في اخر 9، فانت تبكي انت دلوقتي ان شاء الله. احنا دلوقتي في 22 4، يعني انت ان شاء الله اول 5 ممكن تقول مثلا ايه يوم 10 5
بأمر الله كنت احنا هنبدأ الدوري مثلا 15/7. 15/7 ده بيديك شهر اهو وخمس ايام تقدر تقف على رجلك فيه واللعيب يرجع فيه. ده في حالة ان انت لو وصلت يعني لشهر 7 ده وما عندكش يعني حالات من الفيروس، فيروس كورونا، يعني انت بتتكلم على ان ربنا عدانا من الأزمة بعد كده نبدأ نتكلم في ده، صح؟ بالظبط كده. وان شاء الله بامر الله تعالى نص 5 اكون نقيت عليه ان يا شاء رب. الله يا رب كلام الرئيس النهارده يطمن، يا رب رئيس الوزراء امبارح اول امبارح يطمن فعلا يطمن. هي انا بقول لك احنا مسيطرين ليه؟ لان احنا عارفين الناس اللي جات من بره وبيعملوا سلامات وبيروحوا هنا وبيزوروا هنا هو ده، واحنا قفلنا على الموضوع ده فان شاء الله خير. يعني خير يا كابتن رضا، خير. كل سنه وحضرتك طيب كابتن رضا عبد العال. طيب يا حبيبي، حبيبي ربنا يخليك، اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك الراقيه جدا. هشرح للساده المشاهدين والمتابعين قبل ما نكمل باقي مداخلاتنا التصور الخاص، يعني كلام كابتن رضا برضه هنلخصه كده. كابتن رضا مع عوده النشاط وعوده الدوري العام، ولكن بشرط ان احنا نكون تخلصنا من هذا الفيروس تماما، لكن لو ظل الحال على ما هو عليه احنا موجودين في المنطقة الآمنة الدافئة كده، لا عندنا حاجة مخيفة ولا انتشار للوباء بشكل مجتمعي كله بيعدي كله الحمد لله وربنا ما يوديناش لهذه المرحلة. إذا فضلنا في هذه المرحلة اللي احنا موجودين فيها لا خلاص ما فيش دوري، لكن لو قدرنا نتخلص من الفيروس زي بعض الدول اللي قضت عليها تماما وهنذكر الأسماء وطبعا يعني وخلاص ما بقاش عندنا مشكلة تماما، نرجع بالنشاط زي ما قال خلال شهر ونص ونبدأ فترة إعداد ونبدأ، وأعتقد أن ده كلام محترم بس بشرط أن احنا نتخلص. لكن أن أنت تتصور أن أنت تعود بالمسابقة في ظل مجهود الشرطة ووزارة الداخلية اللي بتقوم بيه ومجهود وزارة الصحة اللي بتقوم بيه، مسألة بعتقد أنها صعبة. أنا كلمت كابتن رضا بمنتهى الأمانة لأن في ناس بتضغط في المسألة لأن في مصالح وفي سبوبات كبيرة جدا خاصة بالإعلام الرياضي وخاصة بالناس اللي هي بتتبنى هذه المسألة من الإعلاميين الكبار طبعا، لأن السبوبة هتتوقف وزي ما قال كابتن رضا بدل ما كنا بنروح 3 مرات بقينا بنروح مرة وممكن المسألة بتقل. الكلام مش على كابتن رضا خالص، ده واحد من أنقى الناس اللي بتتكلم بمنتهى الشفافية، الكلام على الناس اللي بتتبنى الفكر. التصور بتاعهم إن لازم الدوري يرجع، والتصور زي ما قال كابتن رضا لو هنرجع بالدوري يبقى لازم نرجع بالقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والناشئين وكله يرجع. لكن إن أنت تتصور زي ما عمل أحد الإعلاميين في شاشة كبيرة وتكلم عن عودة الدوري الممتاز فقط والقسم الثاني مش مهم، القسم الثالث مش مهم، الناشئين مش مهم، فقط القسم الأول والدوري الممتاز اللي هو خاص بالسبوبة أو لمصلحة أحد الأندية أنه هو يفوز بالدوري وحتى تلغي الهبوط، هذا الكلام غير مقبول. عندي أنا شخصيا برضو هناخد أكتر من وجهة نظر علشان أكون منصف، خليني أخد رأي أنا يعني دايما بحب أسمعه وبعتبره أستاذي في عالم الإعلام وفي الصحافة كمان، أستاذي الكاتب الصحفي الكبير عصام الحسن. تحياتي يا كابتن عصام. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ عزت، ورب كده دايما في صحة وسعادة، ومتألق قعدتك في التقديم وفي التحليل، واستغفر الله انا مش استاذك، انت في حد ذاتك استاذ ونجم. ربنا يحفظك واعلامي قدير كبير. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك كابتن عصام، دايما يعني بتسعدنا بارائك الطيبه. يعني عندي تصور في كده تصور لعوده الدوري العام، يمكن خدت وجهه نظر كابتن رضا عبد العال، ما اعرفش حضرتك سمعتها ولا ما كنتش للاسف للاسف ما سمعتهاش. بص كابتن رضا قال عنده شرط عودة النشاط، هو بيؤيد عودة الدوري العام ولكن بعد القضاء تماما على أي مصاب، يعني ما بقاش موجود أي مصاب، القضاء تماما على الفيروس، كلنا نبقى أصحاء ما عندناش كورونا خالص في مصر، يعود الدوري خلال شهر ونص. ده تصور الكابتن رضا، ولكن عودة الدوري أمر مهم. أنا هاخد وجهة نظر حضرتك وأنا عارف إن حضرتك يعني عندك ثقافة واسعة مش بس في مجال الرياضة، عندك ثقافات متعددة وكاتب صحفي كبير. عودة النشاط
امتى وازاي يعود النشاط خاصة كرة القدم بعد طرح اللجنة الخماسية لمشروع عودة النشاط بشكل عرضه علينا احد الاعلاميين، يعني بشكل انا شايفه ان هو عودة للقسم الاول والدوري الممتاز فقط. يعني دلوقتي انت عايز اقول لك وجهة نظري في موضوع عودة الدوري طبعا، ولا وجهة نظري بالنسبة لما يتردد من بعض الاعلاميين او من النجوم؟ انا عايز الاطار ده، عايز الاثنين. اولا وجهة نظرك في عودة الدوري الممتاز والنشاط الرياضي بشكل عام، ثم وجهة نظرك في الأسباب الداعية لهذه الضغوط الإعلامية لعودة الدوري الممتاز بشكل خاص. طيب نتكلم على الشق الاولاني. قبل ما نتكلم على الدوري نتكلم بصراحة بقى. اتفضل. الناس اللي بتتكلم على الكورة والدوري دي حاجات ترفيهية. قبل ما نتكلم عن الدوري ومين اللي يغلب مين ومين بيغز مين ومين مستفيد من عودة الدوري إعلاميا وماديا ومحسوبية وكل حاجة، نتكلم على حاجات أهم في حياتنا. صح. لازم ترجع الأول. يعني قبل ما نقول عن الكورة نقول ترجع المحاكم. صحيح. يرجع السجل المدني. ترجع المدارس، ترجع الجامعات، ترجع كل المصالح الحكومية المتوقفة من جمارك، من جوازات، من مطار وطيران اللي احنا حالنا واقف في الاستيراد والتصدير والناحية الاقتصادية بتتأثر، نرجع شغل المصانع والشركات بكامل طاقتها بكامل ساعات عملها. ده الكلام المهم والأهم. أهم فعلا. لكن أنا أضيع وقتي، آسف يا فندم، آسف، وأنت على دماغي من فوق والقناة على دماغي من فوق، علشان شوية ناس ليها مصالح خاصة في اللعبة أو في النشاط الرياضي أو الكورة بصفة خاصة، يبقى إحنا ناس بنضحك على الرأي العام، بنضحك على الشعب. أنا واحد من الشعب وأنت واحد من الشعب. صحيح. في حاجات بتتوقف حياتنا عليها، لكن لو كرة ما كملتش وما تلعبش الدوري هنموت يا أستاذ عزت؟ لا طبعا. هنموت؟ لا. هنشحت يا أستاذ عزت؟ لا لا طبعا. مش هناكل يا أستاذ عزت؟ لكن لما 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 الإنتاج يقف مش هناكل. صح. لما الأدوية ما نجيبش المادة الفعالة ليها وعملية السفر تتم والطيران يعود ويبقى في استيراد وتصدير، مفيش يبقى أدوية، هنموت. لما ما يكونش في تعليم صح ويبقى في مستقبل للوطن بخريج ناس من مدارس وجامعات بصوره سليمه، منهم يبقى دكتور ومهندس وعالم، يبقى الشعب هيموت برضه. صح. مش ضروري يموت جسديا، يموت، لكن هيموت صحياً ونفسيا وعلميا. واخد بالك انت؟ في امور مهمه، يعني لما تقول لي نرجع الكوره والدوري والهبل ده وما نرجعش المحاكم اللي فيها مظالم الناس، ناس مسجونه مستنيه بس النطق بالحكم، ناس عايزه التحقيقات عشان تطلع من سجونها، ابرياء ممكن وحياتها متوقفه واسرها بتعيط وبتبكي وبتنزف، تقول لي نرجع الكوره؟ يا راجل يا راجل، ده المساجد ما بنصليش فيها ولا الكنائس بنصلي فيها عشان الخطر الداهم اللي بيسود العالم. كلام صح. مصر والوطن ده بيسود العالم. الناس دي بتضحك على مين؟ بتضلل مين؟ بيصدروا لينا فكرة غلط ليه؟ لمصلحة مين؟ لمصالحهم هم، علشان البرامج الرياضية تستمر والقنوات الرياضية والإعلانات تضخ فلوسها علشان يقبضوا هم مرتبات بالملايين وتصدف أي حد يعيا ويموت؟ دي ناس بتهرج، وانا مش بلومهم، انا مش بلومهم، انا بلوم على اللي بيديهم الفرصه يطلعوا يعملوا عمليه دغدغه للمشاعر في اتجاه غلط، بيضللوا الناس في حاجه ترفيهيه كاذبه خادعه. ماتشات كوره ايه يا راجل؟
كان الاتحاد الافريقي موقف الكوره، والاتحاد الدولي موقف تصفيات كاس العالم، والاتحاد الاوروبي موقف مسابقاته، والدول كلها في اوروبا او في امريكا اللاتينيه اللي هي بتلعب كوره عننا متقدمه متطوره بمراحل ما بيلعبوش الدوريات. دي الناس اللي انت عارف الناس اللي بتتكلم دي لازم تتحاسب، اقسم بالله تتحاسب، لانها مستهونه وبتهون. ما هو انت لما تتكلم لي على الكوره والدوري وعوده النشاط يبقى احنا ما عندناش خطر، يبقى ما فيش مرض، يبقى الاصابات اللي بتعلن عليها وزاره الصحه كذابه، يبقى لما نقول الناس دخلت المستشفيات وبتموت وبتتعالج يبقى الدوله كذابه. ما هو انت بتقول لي نرجع ونلعب ونعيش حياتنا، والدوله تقول اقعدوا في البيوت، والدوله بتقول مفيش سجل مدني ولا جوازات ولا مطارات ولا جمارك ولا استيراد ولا تصدير. اصدق الناس التافهه دي واكذب الدوله وسياستها؟ يبقى انا راجل مش لا صحفي ولا اعلام، يبقى انا راجل همشي ورا الناس اللي يعني هقول مش عايز اقول لفظ، بس انا خلاص من غير ما نتكلم. لا اصل الموضوع مستفز، موضوع مستفز على اعلى درجه. انت الكلمه في التلفزيون بتاثر في الملايين يا استاذ عزه. طبعا. فانت لما كنتش تتكلم بحساب وعندك توازن نفسي وعارف انت بتقول ليه وايه، يبقى اللي جابك على الكرسي قدام الكاميرا لازم يبقى يتحاسب كمجرم حرب. اه والله يتعدم. لانه جاب واحد افاق كذاب مضلل كل همه ازاي يحقق مكاسب ماليه حتى لو على حساب جثث الابرياء. ما هو اللي هيموتوا دول ابرياء طبعا. ولما انت تلاعب الناس دي ويصابوا ويروحوا انديتهم يختلطوا مع العاملين الابرياء اللي بينظفوا واللي بيقدسوا واللي بيغسلوا النادي وانت مصاب، هتصيبهم يرجعوا بيوتهم واولادهم الفقراء يصابوا، واعضاء النادي يصابوا، والموظفين في النادي يصابوا، ايه الهجس ده؟ والحكام يصابوا، وتكلم بقى على 18 نادي باسرهم بالمرافقين ليهم ايه ده؟ ايه ده؟ دي هتبقى واللي يجري على الكوره بقى يجري على السله، يجري على هترجع اشمعنى الدوري بس ويجري على الناشئين الصغيرين الابرياء ويجري على كل القطاعات والالعاب. الله، هو انت جايب الحته اللي انت عايز تهلب منها فلوس وملايين وبتتكلم فيها وبتضغط وبتعمل وبتسخن اعلاميا عشان الدوله والمسؤولين يتحركوا في اتجاه اللي ترغبه؟ يا اخي طيب ما شفتكش بتقول لازم المساجد تتفتح عشان احنا جايين داخلين رمضان يعني، ولا الكنائس وعيد المسيحيين كان موجود. ما شفتكش تتكلم في كده، ما شفتكش قلت نرجع الاستيراد والتصدير عشان حركه التصنيع واحنا الحركه الانتاجيه بقى فيها انخفضت نتيجه عدد ساعات العمل قلت. ما قلتلناش يعني نهتم بعوده التعليم علشان كده غلط وده مستقبل وطن. ما شفناكش بتتكلم عن المحاكم والقضاء والعدل والظلم. ما شفناكش في حاجات كتير جدا. شايفينك في التفاهه عشان انت تافه. تافه. ليك مصلحه في الفلوس اللي هتيجي من اعلانات. طبعا الكلام ده غير محدد لشخص بعينه، يعني الكلام ده لكل اللي بيطالب. لا اوعى تكون. لا استاذ عزت على دماغي من فوق. لا غير محدد بشخص كان بيتكلم او واحد. لا الكلام ده لكل من يضغط لعوده يتطول نفسه. ان هو يفكر ان هو يرجع الدوري. انا بتكلم بصفه عامه. صح. انا لم اسمع احد ولم اشاهد احد، لاني انا ما بشوفش برامج رياضيه ولا برامج اي حاجه، لاني انا يعني عندي ظروف صحيه يا ربنا عالم بيها. فانت بتسالني بتقول لي ايه رايك في اللي بيقولوا يرجعوا الدوري؟ واخد بالك؟ انا طيب. بقول لك وجهه نظري ورايي. مين اللي ما اعرفش بقى مين قال مين ما قالش مين مع مين ضد،
مش مشكلتي. لاشخاص، انا ده باكد عليه، بس مش لاشخاص بعينها ولا ناس معينه، لكن لكل اللي بيطالب من غير ما يبقى عنده خلفيه او باك جراوند كده ايه اللي هيحصل. دي مش خلفيه، لازم يبقى عندي توقع ايه اللي هيحصل، ولازم يبقى عندي يعني لا لازم يبقى عندي خلفيه كمان، لازم يبقى عندي لا هقول لحضرتك احساس بالمسؤوليه. اتفضل. فاهم جنابك. مش خلفيه، دي مش خلفيه يا استاذ عزت. اللي انا بتكلم فيه وابعاد ما يحدث داخل الوطن دي مش خلفيه. ليه مش خلفيه؟ لانها دي بالبلدي كده هقول لك كلمه على عينك يا تاجر. يعني اللي بيحصل قدامنا شايفينه كلنا. عارف امتى يبقى خلفيه؟ لو بنتكلم على ثقافات معينه. لما نتكلم على ثقافات يعني معينه هي موجوده وهم بيتجاهلوها، يعني مش عايزين كانهم مش شايفينها. لان مصلحتهم فوق الجميع. فوق مصلحة الجميع دايما. لا يعني هو خلفية ايه؟ هو ما عندوش خلفية. معلش يا استاذ عزت هاخد من وقتك دقيقة بس للتوضيح. فضل. يعني اتفضل يا فندم. يعني هو مقدم البرنامج ده ولا المسؤول في اتحاد الكورة ولا المسؤول في النادي اللي بيجاس على للدوري ده مش شايف ان الجامعات مقفولة والمدارس مقفولة؟ شايف كل حاجة. يبقى عايز خلفية لايه؟ مش عارف ان المحاكم مقفولة؟ طب عايز خلفية ايه؟ مش عارف ان الطيران متوقف؟ يعني هو بيتجاهل ده. اصل الخلفية يبقى هو ما يعرفش. كده بيتجاهل يعني. ونديله معلومة خلفية عن الموضوع اللي هو ما يعرفوش، لكن لو هو عارفه يبقى عايز خلفية ليه؟ يبقى ده تعمد إغفال حقائق ظاهرة واضحة جلية. ده تعمد ابتزاز نفسي للمسؤولين. ضغط واخد بالك انت، وبيدغدغ مشاعر الملايين من الجماهير بقى. يا دي دغدغه المشاعر. كلمه عجبتني من واحد يا راجل ما عندوش فكره في الاعلام. دغدغه المشاعر بيقولها في غير موضعها. طيب يعني في الجزئيه الاولى دي خلاص، وانت تقريبا جاوبت على النقطتين يا استاذ عصام، قلت وجهة نظرك ورديت كمان وانت بتقول وجهة النظر على كل من يطالب بعودة كرة القدم بصورة خاصة، واحنا مش ضد عودة النشاط الرياضي ولا ضد عودة كرة القدم، ولكن زي ما قال كابتن رضا يبقى ما عندناش ولا حالة، وزي ما قال كابتن عصام الأولوية لما هو أهم، لعودة ما هو أهم. كل سنة وحضرتك طيب كابتن عصام. تحت أمرك يا أستاذ عزت، وشكرا على المداخلة دي، وكل سنة وانت طيب. احنا اللي وكل سنة طيب للساده المشاهدين المتابعين لبرنامج حضرتك ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله. نشرف بك في حلقه في احدى الحلقات القادمه باذن الله تكون موجود معنا. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك حبيبي. اشكرك كابتن عصام الحسن الكاتب الصحفي الكبير، كلام محترم وكلام مهم، وما اختلفش كتير عن كلام كابتن رضا عبد العال، ولكن هو قال ما فيش عوده خالص ورافض الامر. كابتن رضا اشترط عدم وجود أي إصابة لعودة النشاط الكروي وكرة القدم بصفة خاصة. هقول لحضراتكم يعني وجه الكلام في هذه الحلقة قبل ما ناخد مداخلات من الجمهور وناخد آراء الجمهور في هذه المسألة. كل تقريبا الحياة متوقفة، وإحنا بنقول للناس كلكم خليكم في البيوت، وكل الرياضيين وكل الإعلاميين وكل الفنانين وكل وسائل الإعلام وكل الصحافة بتكلم الناس خليك في البيت، والمصالح الحكومية زي ما عدد كابتن عصام الحسن كده كلها تقريبا متوقفة، وإحنا بنحاول دلوقتي فقط الناس اللي بتنزل عجلة الإنتاج تمشي وتدور بس علشان ما يبقاش عندنا أزمات اقتصادية طاحنة. فما ينفعش نتكلم عن عودة كرة القدم قبل عودة كل ما فيه المصلحة للناس، وإلا نبقى إحنا ماشيين في اتجاهين عكس بعض ومتناقضين تماما. الاقتراح اللي صدر انا هقول وجهة نظري طبعا وقلتها في بداية الحلقة وبعيد وبكرر، اقتراح بالنسبة لي غير مقبول، عودة او تحديد موعد لعودة كرة القدم في مصر، تحديدا عودة الدوري العام او دوري القسم الاول فقط، غير مقبول. يعني انت معلش انا اسف، ممكن تكون انت بتشتغل لحساب نفسك سبوبتك ومصلحتك، وممكن بعض الإعلاميين بيشتغلوا لحساب نادي بعينه عشان يحصل على بطولة الدوري. إحنا مالنا؟ الشعب ذنبه إيه؟
يعني عامة الشعب ذنبه ايه؟ انت عايز تدي الدوري بكل روح رياضية اهو لنادي معين اديهوله بقى، بس ما تدخلناش في مهاترات، ما تقوليش 9 استادات كلها تعقم واللاعبين كلهم يتعمل لهم كشف وبعدين يدخلوا لابسين بشكل معين، ولجنة المسابقات ولجنة الحكام ده في كل مباراة. انت عندك دور تاني كامل في كل مباراة تعمل نفس الحكاية في 9 استادات وتعمل حاجة مجمعة، والكلام ده هيبقى بعد فترة اعداد شهر ونص وشهر، كل القصة دي ليه؟ علشان ايه؟ علشان الدوري يرجع تاني. طب ما انت هتبدا دوري جديد، انت بتقول عايز ابدا في 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 شهر 7 ولا في شهر 8، ما انت في 9 تبدا دوري جديد خالص. لانك ربنا باذن الله يعدينا المرحله ويعدينا الازمه ويبدا مرحله جديده. انت من مصلحتك انك تدي الدوري لحد بعينه اديهوله، بس حافظ على ارواح الناس وحافظ على الامن الصحي للناس. ما هو ده امن صحي، يعني زي ما في امن في كل امن غذائي وفي امن على الحياه، في امن على الصحه. حافظ لي على امن الصحي، ان انا لو مجرد لاعب واحد حضرتك كان عنده الفيروس ودخل الملعب واحتك بكل اللاعبين وبالحكم وحصل احتكاك، كم واحد هيصاب؟ واللي هيصاب ده لما يخرج هيتعامل مع كام واحد وهيعدي كام واحد ويصيب كام واحد؟ يبقى انت كده عملت مصيبة. وانا قلت وبعيد مرة تانية، سبب اللي حصل في احدى الدول الاوروبية مباراة كرة قدم واحدة، ماتش واحد قلب الدنيا وحول البلد من عدم وجود اي فيروس لاصبحت واحدة من اكبر الدول لناس ضحايا وناس مصابين من هذا الفيروس كورونا. يبقى انا ما جازفش، ما اعملش المجازفه. ريسك صعب جدا ان انا علشان سبوبتي ولا علشان اجامل النادي بعينه ان انا اجازف بصحه ناس او اجازف واعمل ريسك بحياه ناس وبامن صحي البلد بحالها. لا، انا بقول لازم يعاد النظر في هذه المساله، يعاد النظر في التصور اللي عملاه اللجنة الخماسية لكرة القدم لعودة استئناف الدوري العام والمصلحة مين. وبعدين لما اجي اسمع احد الاعلاميين بيتكلم عن عودة واستئناف الدوري بشكل معين ويتكلم عن عودة القسم الاول فقط الدوري الممتاز، وهو بيتكلم يقول لك مش مهم القسم الثاني ومش مهم القسم الثالث ومش مهم الناشئين ومش مهم باقي الالعاب، المهم القسم الأول. ليه القسم الأول وليه الدوري الممتاز؟ زي ما وضح لنا الكاتب الصحفي الكبير، لأن ده بتاع السبوبة، ده بتاع الإعلانات، ده بتاع البرامج الرياضية، بتاع التوك شو الرياضي كله اللي الناس كلها بتستفيد منه. معلش أنا آسف، استفادتك على العين وعلى الرأس، لكن بعيد عن الأمن الصحي لشعب بحاله. ما ينفعش تعمل ريسك بصحتنا وأرواح ناس كبار أو عندهم ضعف في المناعة علشان حضرتك تكمل السبوبة بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه. لا يا عمي، اهدى شوية، في السبوبة جاية جاية، ابدأ دوري جديد وان شاء الله السبوبة هتكون موجودة بشكل أو بآخر. ده الموضوع الرئيسي. طيب لو انا خدت منه جوانب فرعية، هو احنا انت زعلان ليه؟ هو انت لا انا مش زعلان ولا حاجة، انا دوري أوعي، دوري أنصح، دوري أقول للناس إيه الصح وإيه الغلط وهم أصحاب القرار. في ضغط إعلامي، في ضغط إعلامي رهيب في كل البرامج الرياضية، وكل الناس ما بتسألش هنرجع لا هنرجع، والتصور للرجوع إيه وعايز كام أسبوع ويا ترى تعمل فترة إعداد قد إيه. طب أنت بعيد عن الأمن الصحي، أنت فكرت الموسم الجاي الكروي هيكون شكله إيه؟ يعني انت فكرت شكل الموسم لما انت تأجل دوري؟ اولا انت أجلت الكاس في التصور بتاعك يعني لبعد الدوري، يعني أجلته للسنة الجاية، يعني السنة الجاية هتلعب 2 كاس، وانا مش عارف ليه برضو، ليه 2 كاس؟ مش فاهم يعني ليه تلعب 2 كاس في سنة واحدة وانت في أزمة. وبعدين عندك دور تاني كامل، يعني انت هتلعب السنة الجاية الدور التاني كله والدوري العام الجاي كله و2 كاس
وأولمبيات بتستعد وبتتجهز، وبطولات إفريقيا للأندية، وبطولة العرب للأندية. عندك فرق بتلعب في بطولة إفريقيا بتاع السنة دي والسنة الجاية، وعندك بطولة عرب السنة الجاية، كل ده وعايز تضم على الموسم دور تاني بحاله وتروح ضاغط. يا عمي انت كده خليك متفائل واسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يزيل الغمة ويزيح الغمة، والسنة الجاية تبدأ معانا على خير الدوري، يعني نأمن نفسنا صحيا، لأن دي أنت مش ممكن أنت زي ما بيقول كده بدل ما تصيبها تعميها، بدل ما تحاول تعمل حاجة كويسة، لو عملت حاجة ومش محسوبة العواقب ممكن تعمل كارثة وتعمل مصيبة تأثر عليك وعلى البلد بحالها. فلازم يكون في حساب، لأن الناس طالما أنت مسؤول لازم تكون مسؤول، ما ينفعش مسؤول غير مسؤول. ما هو في مسؤول مسؤول فعلا بيتصرف تصرف المسؤولين، وفي مسؤول غير مسؤول. لما انت تبقى مسؤول في اللجنة الخماسية لازم تكون مسؤول بجد، مش مسؤول وتتصرف تصرف غير المسؤول. هاخد بعض الاتصالات، هاخد رؤية الناس في عودة واستئناف من خلال الجمهور بقى. استاذ محمد من الشرقية، تحياتي يا استاذ محمد. اهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. امال يعني سؤال معلش يعني قبل الاجابه، استاذ محمد رمضان فين طيب؟ استاذ محمد عليه؟ الاستاذ محمد رمضان موجود طبعا، هيطلع بعدي مباشره، انا هيطلع من الساعه 11 للساعه 1 ان شاء الله على الهواء مباشره. طب تمام. اولا فندم يعني انا شايف ان الكوره دلوقتي صعب انها تكمل الدوري المصري عامه او اي دوري تاني، لان مش المهم ان خزائن النادي او خزائن النوادي او الفلوس او الاستثمارات، هو اهم شيء صحه اللاعبين، وده مش فيروس عادي، هو فيروس بيهدد البشريه. صحيح. معلش يعني اخد حضرتك بعيدا كده عن السؤال، انا شايف ان الانسان في الفتره ديت بعد عن الدين شويه، يعني ربنا حاول يعني حط لك سبب ان انت تبعد او يعني تلفت نظرك عن متاع الدنيا وتتجه الى الاخره. انا شايف ان يعني تصرف الشعب المصري بالذات برضه ملتفت للمتاع ومش فارق معاه اي حاجه، زي ما انت شايف اسواق موجود فيها، بيجري هنا بيجري هنا. المفروض يعني انا الظرف زي دوت انت تقعد في بيتك ما تعملش اي حاجه، تدعي ربنا ان الكرب ده يعدي على خير على المسلمين. صح. وطبعا يعني ما حدش كان يتوقع ان رمضان يجي من غير تراويح، من غير صلاه المغرب، من غير صلاه ظهر عصر فجر، يعني كل حاجه كانت مستنيه الشهر اللي انت بتتكرر فيه من ربنا. مش عايز اقول طبعا اللفظ القاسي ده، ربنا بعدك عنه، يعني ارجو من الناس تلتزم شويه. كلام محترم، كلام محترم، كلام محترم. شكرا. العفو يا استاذ محمد، وانا بأيدك في كل كلمه بتقولها. هو طبعا لازم نعرف ان 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 اللي حصل ده مساله دينيه بحته، هو يعني رساله وانذار من ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس انا القوي القادر وانتوا ضعاف. فيروس لا يكاد يرى بالعين المجرده، ما تشوفوش، وكل العالم بمنظوماته الصحية ومنظماته العالمية والأسلحة والتكنولوجيا كل ده مش قادر يتعامل. كل العالم، كل العالم من يعني أعظم دول العالم، هي أعظم دول العالم إصابة فيروس، ولا يفرق بين غني وفقير، ولا قوي وضعيف، ولا كبير وصغير، مالوش مقاييس ومالوش موازين. فلازم تعرف إنه هو رسالة من ربنا بيرجعك ليه، زي ما قال أستاذ محمد من الشرقية. أستاذ عبد الله من الغربية، أهلا بك يا أستاذ عبد الله. أهلا بك يا فندم، تفضل. الصوت مش واضح، الصوت مش واضح، حاول تاني يا أستاذ عبد الله معلش، لأن الصوت مش واضح والخط قفل من عندك أنت، فحاول تتصل مرة تانية يا أستاذ عبد الله. كمل في الجزئية الخاصة اللي قالها الأستاذ محمد من الشرقية، هو إن فعلاً مش مصر بس على فكرة، يعني انت لازم تعرف لأول مرة يمكن في أعمارنا احنا نشوف دور العبادة بتغلق، المساجد والكنائس على حد سواء، ان البلد الحرام
لأول مرة بشوف مفيش عمرة، ويا رب ربنا يكرمنا يا رب قبل موسم الحج والدنيا يعني تنتهي وهذا الفيروس ينتهي، مفيش صلوات جماعية في رمضان. الناس مش متخيلة أنها ما تسمعش وما تروحش، يعني المسألة صعبة جدا. دي رسالة، ده لازم تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى أيا كان الفاعل، هتقول لي معلش ده 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 من عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كان هذا الفيروس مصنع، حتى لو في دولة زي ما بعض الدول بتتهم بعضها إنها عملته، ده غير يعني إحنا ما نعرفش اليقين في هذه المسألة، لكن سواء معمول بالإيد أو هو إلهي من ربنا سبحانه وتعالى، في كلتا الحالتين ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة بيقول أنا قوي أنا قادر، أنتوا بكل اللي بتحملوه من تكنولوجيا وتقدم أبسط الأشياء أنت حضرتك ما بتقدرش عليها، حاجة ما بتشوفهاش يعني، خلت العالم كله خليك في البيت، كل العالم بيقول كده. أستاذ عبد الله تحياتي. أهلا بيك يا أستاذ عبد الله، يا ريت تحياتي بيك. وأنا عايز أقول، هو الدوري المصري هيتأجل ولا إيه؟ الدوري المصري هيتأجل، ما هو مؤجل فعلا. يعني أنت عايز تقول ده سؤالك في حاجة تاني؟ صوت راح تاني. انت عبد الله مش معانا في موضوع الحلقه، لا احنا بنتكلم هو الدوري المصري مؤجل، وموضوع الحلقه في تصور عند اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره لعوده الدوري في وقت ما، وده موضوع الحلقه عندنا في بكل روح رياضيه. هختم مع حضراتكم ان شاء الله نلتقي بكم في الاسبوع القادم، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. هختم برضو بنفس الكلام، دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نحاول قدر إمكاننا نرجع له مرة تانية. ربنا قال لك أنا قوي أنا قادر، أنت يا بني آدم ضعيف، مش عايز أقول كمان ولفظ آخر بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى لا شيء، أنت لا شيء بحاجة لا ترى بالعين المجردة. كل العالم خليك في بيتك، كل العالم مزعور مرعوب، يبقى إحنا في التوقيت ده زي ما قال الأستاذ محمد من الشرقية لازم على طول أفكر مش في الدنيا، أفكر في ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عمل ده ليه؟ عمل ده علشان يرجعك ليه مرة تانية. مش معنى أن المساجد اتقفلت أنك ما تصليش، مش معنى أن الكنائس اتقفلت أنك ما تصليش، لا صلي وادعي، بالعكس صلاتك تزيد ورغبتك في التوبة والعودة لربنا تزيد، عشان حاجة واحدة بس، عشان ربنا يقبلك مرة تانية ويدخلك لبيته مرة تانية. آخر حاجة حابب أقولها، الفيروس ده ملوش علاج غير مناعتك الشخصية، مناعتك الشخصية بتتمثل زي ما بيقولوا الدكاترة كلهم في حالتك النفسية، وأفضل حالة نفسية لأي إنسان عشان مناعتك تقوى هي قربك من ربنا سبحانه وتعالى ورضاك بما يحدث وتوبتك واستغفارك، لأن ده بيخلي البدن نفسيا وبدنيا في أقوى حالاته. بكل روح رياضية بحييكم وبشكركم، انتظرونا في الأسبوع القادم إن شاء الله. كنت معكم سعيدا عزة عبد القادر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.